السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشكر الذي قدم هذه السلة الغذائية للفقراء والمساكين والحاجة المحتاجين المعوزين الراحلين والذين يتنقلون من محل إلى محل من الحرب والنازحين والفقراء والمساكين، جزاه الله عنا خيرا وكل شيء هالك إلا وجهه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفتح عليهم ويحولهم ويعطونا العافيه مثل ما اتضحنا هذه المعيشه. اللي تبرعوا احنا والذي تبرعونا احنا الاقدام سلطان الاغلال سلطان يحضرون لنا ويأخذوا حسناتهم.